سامكم الله. يقول: إذا دخل شخص المسجد في وقت النهي، هل يصلي تحية المسجد أو يصلي ركعتي الوضوء؟ وهل تجزئ ركعتا تحية المسجد عن ركعتي سنة الوضوء أو عن ركعتي سنة الفجر؟ وهل تجزئ ركعتا سنة الفجر عن ركعتي الوضوء؟ أم يجب أن يصلي ركعتي سنة الفجر وتحية المسجد ثم ركعتي الوضوء؟ أم تجزئ الصلاة الواحدة عن الصلاتين؟ أما صلاة النافلة في وقت النهي فهي محل خلاف بين أهل العلم، وخلاف قوي، لكن من فعلها فإنه لا ينكر عليه، ومن تركها فإنه أيضا لا ينكر عليه، لأن كل وجه له احتمال وله أدلته. أحسن الله إليكم. وأما أن راتبة الفجر أو راتبة غيرها أو تحية المسجد تكفي عن سنة الوضوء، نعم تكفي، وإن كرر واحدة للراتبة أو واحدة تحية للمسجد والثانية للوضوء، أو بدأ بصلاة الوضوء ثم أتى بتحية المسجد أو راتبة الفجر فلا بأس بذلك، الكل عمل خير والحمد لله. لكن إن اقتصر على ركعتين فإنه ينويها للراتبة، ينويهما للراتبة، لأن الراتبة أوكد، وتجزيه عن سنة الوضوء. نعم. وتحية المسجد؟ نعم. وعن تحية المسجد أيضا؟ أي نعم، الراتبة تكفي عن تحية المسجد. نعم.